بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم في كل مكان، تحية واحترام، لقاء جديد من صفحات داخلية من قناة درمان الفضائية، قناة الحرية والجمال. نتجول سويا في بعض العناوين والتقارير والتحقيقات المختلفة التي جاءت على صحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح، وجولة نتمنى أن تكون موفقة، وأن نحلل وأن نقرأ ما بين السطور قراءة سليمة ومنطقية. نرحب أيضا بأستاذ عبد الهادي عيسى، الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. مرحبا بك ومرحبا بمشاهدي قناة درمان. أهلا، ونبدأ جولتنا بصحيفة آخر لحظة، ونبدأ بتقرير كتبه الصحفي عمر البكري أبو حرات. الأسبوع الماضي أحداث لها ما بعدها، ثلاثة أحداث مهمة جرت الأسبوع الماضي لها ما بعدها، وترسل إشارات إيجابية وسلبية يجب التقاط الإيجابي منها والاستفادة منها وتفادي وتعديل السلبي. الحدث الأول هو زيارة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إلى أمريكا، والإيجابي فيها ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين أمريكا والسودان. والحدث الثاني لقاء أصدقاء السودان في الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية وتحسين موازنة 2020. اجتمع 23 ممثلا من 23 دولة، بينها أمريكا والنرويج التي تشكل المركز الثقل في الاتحاد الأوروبي. وأيضا الحدث الثالث هو بداية الجولة الثانية للسلام في جوبا. ثلاث أحداث جرت في الأسبوع الماضي، من خلال هذه الثلاث أحداث يمكن أن تغير مجرى الحركة السياسية والاقتصادية إذا وظفت بالطريقة الصحيحة. كيف تقرأ هذا العنوان؟ ابتدي بزيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة التي كان يامل الكثيرون في أنها تحقق الاختراق المطلوب في تسجيل الكثير من العقبات التي تواجه السودان، ولكن اتضح بأن الإدارة الأمريكية لديها مواقف مصبغة غير مرتبطة بحكومة معينة تدير الشأن السياسي أو تدير أمر البلاد في السودان. أهم العقبات التي تواجه الحكومة الانتقالية هي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا الأمر بالتعنت الأمريكي الذي اتضح بأن هذه المسألة ستكون طويلة ولن تتحقق باليسر وبالسهولة التي يراها البعض. يعني المتوقع كان انه ان تسير الامور باسرع ما يكون، يعني انقطاع دامه لاكثر من 23 عاما ان يعود من جديد من غير اي اجنده، من غير اي اشكاليات، تعود الامور كما ينبغي في زمن قياسي، هذا هو المتوقع؟ اذا كان من المفترض ازاله اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، اذا تم هذا الامر بالتاكيد سيتم تسجيل كثير من الصعاب التي تواجه المشاريع التنموية، ويستطيع السودان إيجاد تمويل خارجي من بعض الدول التي يمكن أن تقوم بهذا الجانب. طيب، ولكن هل في ظل هذا الشرط الموجود وهذه العقوبة المفروضة على السودان لن يتحقق هذا الأمر. لن يتحقق، يعني تكاد تجزم أن هذا الملف قد قفل تماما ولن يرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أقصد الدعم المالي وأقصد القروض والتسهيلات التي يمكن أن تحدث في حال تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هل لن يرفع اسم السودان؟ السودان أصلا هو ليس دولة إرهابية ولا يتعامل في هذا الملف، بل بالعكس السودان كان له دور كبير جدا في مكافحة الإرهاب، وقام بتدريب قوات كانت متخصصة تقوم بهذا الجانب، وكل هذه المجهودات التي قدمها السودان لم تشفع للإدارة الأمريكية في شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. إذن طيب، الحدث الثاني هو لقاء أصدقاء السودان في الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية وتحسين موازنة 2020. يجب على حكومة الفترة الانتقالية عدم التعويل على الخارج
في تمويل أنشطتها التنموية، وعليها الاعتماد في ما متاح من موارد هائلة موجودة في باطن الأرض وخارجها. عليها إيجاد خطط للاستفادة من هذا الكنز الهائل الموجود في هذه البلاد من موارد ضخمة، واستغلالها بالصورة الأمثل للعاش الاقتصاد. ولكن التعويل على الخارج لا يجدي، بل سيكون له أجندة وسيكون له تقاطعات ستضر بالبلاد أكثر من أن تقدم النفع المطلوب. طيب، هل الدعم اللي نتحدث عنه هل هو دعم دائم ولا دعم مرحلي؟ بالتأكيد كل دولة أو كل جهة تقدم دعم مالي بالتأكيد ستحاول أن تجني من خلاله مكاسب لها، حتى لو سياسية أو اقتصادية أو بأي صورة أخرى. طبعا هو دي طبيعة الحال السياسي، ولكن يعني نتحدث عن أنه لابد أن لا تعول حكومة الفترة الانتقالية على الدعم الخارجي فيما أسموه أصدقاء السودان. أتحدث عن أنه هل الدعم اللي نتحدث عنه هو دعم دائم أم دعم مرحلي؟ إذا كان دعم دائم فهو نتحدث عن أنه لا يمكن أن تبنى اقتصاد أو ميزانية عام لدولة كاملة على الدعم الخارجي، ولكن نتحدث عن دعم مرحلي فترة يمر بها السودان، لابد من دعم ودعومات مختلفة حتى ينعش الاقتصاد السوداني من جديد. حتى مؤتمر أصدقاء السودان تحدث عن دعم في مجالات معينة، في الصحة، في التعليم، في المياه النظيفة، في يعني مسائل أساسية. ولكنه لم يتحدث عن مشاريع تنموية كبيرة يمكن أن تسهم في رفع ودفع وإنعاش حالة الركود الاقتصادي الموجود الآن. طيب، يعني من كما ذكر يعني في الخبر أنه تحدث على الجانب الإيجابي ونتفادى السلبي منها، ما هو السلبي في دعم أصدقاء السودان؟ التعويل على الخارج كما قلت لك سابقا، كل من يقدم دعم سيحاول أن يحقق من خلاله مكاسب، وربما يكون البعض تكون مكاسب لديه مشروعة. ربما يكون البعض لديه أجندة معينة في فرض خطط أو رؤى معينة لتنفيذها من خلال الدعم الذي يقوم بتقديمه. أتعتقد أن حكومة الفترة الانتقالية لا تنتبه لمثل هذه الأمور؟ ربما يكون المضطر يعني أو بصورة أو أخرى يتم أنا أقدم لك دعم معين في 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 مسألة معينة، ولكن أيضا سيكون في مقابلها مقابل لازم يقدم لي حتى أقوم أستمر في تقديم الدعم. يعني ترى أنه حكومة الفترة الانتقالية تنظر لمثل هذه اللقاءات والمؤتمرات لما اسموه أصدقاء السودان حتى في استراتيجية العلاقة تنظر إلى أنه هنالك ممكن تكون مكاسب تضر بالسودان في المستقبل؟ حكومة الفترة الانتقالية بيدها أن كما قلت أن تضع خطة اقتصادية واضحة وبالاعتماد على الخبراء الاقتصاديين الموجودون في البلاد لكيفية النهوض بالقطاع الاقتصادي وكيفية إنعاش القطاع الزراعي واستغلال الموارد الاقتصادية الموجودة في البلاد بما يحقق رفاهية الشعب السوداني وبما يحقق مصالح البلاد دون إملاءات ودون تدخلات خارجية ودون الاعتماد على الخارج بأي صورة من الصور. طيب، فلنفترض أنه لم تعتمد حكومة الفترة الانتقالية على الدعومات الخارجية من شتى المسميات ومن شتى الأغراض التي ممكن أن تكون مضرة بالنسبة لمستقبل السودان، ما هي البدائل حتى يعني نستطيع أن نخطو خطوات في طريق إنعاش اقتصاد السودان في ظل ظروفه الحالية؟ كما قلت البدائل موجودة، لدينا موارد، لدينا أراضي زراعية شاسعة،
يعني الأراضي والمزارع وكل ما ذكر في ثروات السودان هي لم تأتي حديثا، هي موجودة أيضا لكن تحتاج إلى زمن حتى تنعش من جديد. يعني لا تحتاج إلى زمن، بل تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى توجه حقيقي وخطة معينة لاستغلال هذه الموارد المتاحة. واقعيا في ظل ظروف الثورة في العام الماضي لم ينتبه المهتمون أو أصحاب الأمر بمسألة الموسم الزراعي، وفشل الموسم الزراعي والنتائج أنه هو ارتفاع عالي في الأسعار المختلفة. إذن هذا هو ضرر لا نحتاج، لا نستطيع معالجته في الوقت الحالي، ولكن نحتاج إلى بدائل حتى لا نخرج أو ندخل المواطن في ضائقة اقتصادية من جديد. غير الزراعة لدينا معدن الذهب، وهذا المعدن النفيس الذي يمكن أن يدير عملات أجنبية تساهم في إنعاش الاقتصاد. هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط وإلى ضبط العمل فيه حتى لا يتم تهريب هذا المعدن النفيس إلى عدد من دول الجوار وتكون الاستفادة للغير. ولهذا نحن لدينا الموارد الكافية التي يمكن أن تنعش الاقتصاد في هذه البلاد. يتمنى أن ينتبه لها. الحدث الثالث هو بداية الجولة الثانية للسلام في جوبا. بالتأكيد الآن كل آمال الشعب السوداني معلقة وتشرعب نحو تحقيق السلام، لأنه بالسلام يمكن أن تحدث النهضة ويمكن أن تحدث الاستقرار الذي يتيح لكل مستثمر أن يدخل بقلب قوي في إدخال الدخول في عمليات الاستثمار بالبلاد. وبالسلام سيتجنب السودان كثير من الإشكاليات التي تواجهه الآن، ولهذا يجب السعي نحو هذا الهدف بكل صدق وبكل قوة لأجل تحقيقه. واقعيا ما الذي يحدث؟ الآن هنالك بعض الأطراف لديها مواقف، لديها عدم ربما يكون جدية في الوصول إلى سلام، لأنها تتحدث عن مسائل ربما تكون تعجيزية وربما تمثل إعاقة أمام تحقيق السلام في البلاد. طيب أتعتقد أنه يعني ملف السلام والمدة المحددة لها قد تكون مضى منها جزء كبير وإلى الآن لم تظهر على السطح نتائج واضحة بالنسبة لكل المتابعين لهذا الملف؟ أتعتقد أنه نحتاج لمثل ما حدث في 65، هو مؤتمر المائدة المستديرة الذي حضره فصائل الجنوبيين وكان فيه حوار علني مفتوح للعامة. أتعتقد أن نحتاج إلى هذا المؤتمر من جديد بشكله المختلف حتى نستطيع أن نأتي بنتائج إيجابية في ملف السلام؟ بالتأكيد، وهذا هو الذي يمكن أن يحقق سلام دائم وسلام مستدام. سيكون عبر هذا الحوار شارك فيه كل أهل السودان وكل يقوم بالإدلاء برأيه وتذليل كافة العقبات التي تواجه تحقيق السلام بالبلاد. أتمنى. إذن من آخر لحظة إلى اليوم التالي وعلى ذات الملف نقرأ. نسبة لظروف موضوعية متعلقة بالتفاوض، وقعت الحكومة والجبهة الثورية في جوبا اتفاقا على تمديد اتفاق إجراءات بناء الثقة لمدة شهرين وتباشير السلام. كتب هذه القضية الصحفي بهرام عبد المنعم. نسبة لظروف موضوعية متعلقة بالتفاوض، وقعت الحكومة والجبهة الثورية في جوبا اتفاقا على تمديد إجراءات بناء الثقة لمدة شهرين، وكان الطرفان أبرما في 11 من سبتمبر الماضي اتفاقا للتعبير عن حسن النوايا، تضمن التفاهم على حزمة من إجراءات لبناء الثقة وإيقاف العدائيات. كما اتفق الطرفان أيضا على توقيع اتفاق سلام موعد أقصاه 14 من ديسمبر 2019. ما الذي يحدث؟
الآن تم تمديد المنبر منبر جوبا التفاوضي حتى 14 من فبراير القادم، ونأمل هذه الفترة حتى تصل كل الأطراف المعنية، وحتى منبر التفاوض تم تقسيمه إلى 5 مسارات، مسار للشمال ومسار للدارفور ومنطقتين ومسار لشرق السودان. كل هذه المسائل وهذه المدة نأمل أن يصل فيها الجميع إلى سلام دائم وسلام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الرفاهية وفي حتى نفهم الخبر كما ينبغي. يعني تحدثوا على اتفاق على تمديد اتفاق إجراءات بناء الثقة لمدة 2 شهر، يعني عن أي ثقة يتحدثون وهم يتفاوضون ويتجادلون من أجل مصلحة الوطن؟ ألم تتوفر الثقة في بداية المفاوضات حتى تبرم عليها الآن اتفاقات تحدد بمدة زمنية لكي يعودوا يتحدثوا عن ثقة من جديد؟ هذه الفترة ربما رأى الغايمون على أمر التفاوض في أن هذه المدة تكون لأجل إقناع بعض الأطراف التي تتفاوض الآن أو التي لديها مواقف متعنتة تجاه العملية بتاعت تحقيق السلام، ولهذا عامل الزمن ربما يكون مهم في هذه المسائل. طيب، يعني إلى ذلك الموعد المحدد اللي هو حدد من قبل الطرفان، ماذا يحدث في هذه الفترة؟ الآن اليوم بدأت الجولة في جوبا، وتم كما قلت تم تحديد المسارات 5، وبمشاركة وكل طرف سيتم سيدلو برؤيته نحو تحقيق السلام، ومن ثم تتفاوض كل هذه المجموعات والوصول إلى تحقيق السلام المنشود. طالما أننا نتحدث عن السياسة ونتحدث عن مجمل قضايا السياسة، يحق لنا أن نخوض كل الاحتمالات حتى نضع البدائل من الخطط. بعد التاريخ المحدد المتفق عليه من قبل الطرفين، إن لم يتوصلوا إلى اتفاق يوصل السودان لاتفاق سلام شامل، ما الذي يحدث؟ بالتأكيد ستكون البلاد في ذات الأوضاع التي تعيشها الآن، وربما ستكون تمضي إلى الأسوأ، ولكن إذا تحقق السلام كل الأموال التي تذهب نحو الحرب بالتأكيد ستتجه نحو التنمية ومشاريع التنمية، وستسهم في عودة النازحين، وبالتالي هؤلاء سيعودوا إلى حقولهم وإلى المناطق الزراعية التي كانوا يعملون فيها، وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير في الاقتصاد وفي كل الجوانب. طيب، دعنا نرجع إلى الوراء قليلا. حينما حددت حكومة الفترة الانتقالية إن هي تولي ملف السلام 6 أشهر من الفترة، ألم تكن دقيقة في اختيار الموعد المناسب مع تحقيدات وضبابية الوضع بالنسبة للجهات المفاوضة حتى تتوصل إلى سلام شامل وكما يسمونه أرضا سلاح لكل الحركات المسلحة لكل الجهات العدائية الموجودة في جهات السودان المختلفة؟ ألم تكن المدة دقيقة؟ بالتأكيد 6 شهور هي ربما تكون مدة غير كافية لتحقيق السلام الشامل في البلاد، والآن بعد تمديد الفترة إلى حتى 14 من فبراير القادم تكون المهلة بتاعت 6 شهور انقضت، ولكن نعمل في خلال من الآن وحتى 14 من فبراير القادم يكون كل الفروقات توصلوا إلى تحقيق السلام ووصلوا إلى تراضي كبير يحقن دماء السودانيين التي تهدر في البلاد. نتمنى ذلك. من اليوم التالي إلى الحداثة،
بهدف تشجيع الهجرة من المدن إلى الريف. الصناعة: المصانع التي تنشأ بالولايات سيكون لها الأولوية في التصديقات الجديدة. أكدت وزارة الصناعة والتجارة إعطاء الأولوية في التصديق للمصانع الجديدة التي تنشأ في الولايات، وذلك بهدف تشجيع الهجرة العكسية من المدن إلى الريف لخلق تنمية متوازنة في أنحاء البلاد. وكشف وكيل الوزارة محمد علي عبد الله عن الفراق من إعداد مسودة لقانون التنمية الصناعية بإشراك الخبراء والمختصين والجهات ذات الصلة. إذن هو قرار جديد من نوعه، وهو الاهتمام بوجود المصانع الموجودة في الولايات بغرض تشجيع الهجرة من المدن إلى الريف والشكل الطبيعي وجود المواطن في مكانه. كيف تقرأ هذا الخبر وكيف تقرأ مستقبل هذا الخبر على مستوى السلطة؟ بالتأكيد هو خبر جيد وقرار موفق، ويحتاج إلى تشجيع من كافة الأطراف، سواء من اقتصاديين ومن الإعلام. وهذا القرار كان يفترض أن يتم اتخاذه منذ أزمان بعيدة، على الأقل كان يزيل مسألة التهميش التي يتحدث عنها البعض في أطراف السودان وفي بعض المناطق التي تعاني من الفقر ومن افتقاد الخدمات الأساسية. بمثل هذه القرارات وتحويل الصناعة إلى الولايات، هذا الأمر بالتأكيد ستكون له نتائج ستنعكس على حياة المواطن وعلى المستوى الخدمات التي تقدم في هذه الولايات بصورة جيدة جدا. طيب، خبر مثل هذا قد يفرح الكثيرين، يعني وإنه يعني شكلية مستقبل الولايات سيبقى مستقبل مختلف بالتأكيد، ولكن في منظورك الشخصي ماذا نحتاج كي نحقق هذا القرار وهذا الخبر كما ينبغي مع توفير كل الأدوات والآليات التي توفر استقرار المواطن وبيئة مناسبة حتى يستطيع أن يتعايش مع هذا الوضع؟ أولا يتم اختيار الولايات التي يتم تحويل أو تصديق المصانع فيها بعناية، يعني مثلا ولاية كسلة يمكن أن يتم تصديق مصنع يقوم بتعليب الخضر والفاكهة، ومصنع يهتم بمسائل الفواكه لأنها ولاية منتجة للعديد من الفواكه. وهذا الأمر بالتأكيد سيقلل من تكلفة نقل المادة الخام، وسيكون له أثر إيجابي في إنعاش عملية الصناعة بالبلاد. ممتاز. طيب، ترى كيف سيقابل أهل السودان هذا الخبر؟ بالتأكيد هو خبر جيد وخبر مفرح، وخبر سيجد التأييد من كل سوداني غيور على هذه البلاد. نتمنى أن ينفذ بالطريقة الصحيحة حتى ينعم كل مواطن بالعيش في منطقته الجغرافية. طيب، قبل الختام دعنا نعلق على بعض الأخبار التي جاءت عموما على الساحة السياسية، اللي هو كيف تعلق على مليونية الزحف الأخضر التي أقيمت في 14 ديسمبر، والتي أعلنت عنها جهات كثيرة وجهات كثيرة رفضت أن تتبناها، كيف تعلق عليها؟ موكب الزحف الأخضر هو موكب ضم، وكما تم أعلن القائمون على أمره في عدد من الوسائل الإعلامية بأنه ضم طيف كبير من الشعب السوداني، عكس ما كان يتوقع بأنه هو يقف خلفه المؤتمر الوطني أو الحزب، حزب المؤتمر الوطني الذي تم إصغاثه في الثورة. من الذي يقف خلفه؟ تقف خلفه منظمات مجتمع مدني، منظمات شبابية، طرق صوفية، قيادات إدارة أهلية. يدعون لماذا؟ لتصحيح مسار الثورة. أم يدعون لعودة البشير من جديد؟ لا لا، كانت الشعارات حتى المطالب التي والتيشيرتات حتى المطالب بها صورة البشير؟
لا، حتى المطالب التي قاموا بتقديمها للمجلس السيادي أو الشق العسكري في المجلس السيادي كيف يصححون مسار الثورة وهم من كانت قامت عليهم لديهم الثورة؟ مطالب معينة، هي عدم الإقصاء وعدم أن يكون في تراضي وطني وأن يتعامل الجميع وفق ما يحقق النمو والاستقرار لهذه البلاد. ولكن في ظل هذه الأوضاع والاستقطاب المضاد والحاد، بالتأكيد ستكون له نتائج غير لماذا وخيمة حدد في على الرابع البلاد. عشر من ديسمبر وهو اليوم المحدد لمحاكمة الرئيس المعزول؟ هم يهتفون في الشارع لا للسلطة ولا للجاه وهو يحاسب بتهمة الثراء الحرام، كيف ذلك؟ هذا التوقيت كان جاء بس نتيجة المصادفة، يهتفون خارج المحكمة وجاءوا على هم كانوا موكب الزحف الأخضر حدد مساراته، وكان معظم الذين كانوا يغفون في الخامس عشر أو السادس كانوا أمام عشر. القصر الجمهوري. طيب ومن الذين أتوا خارج المحكمة كي يهتفوا لا للسلطة ولا للجاه؟ هؤلاء ربما يكونوا بعد أتباع النظام السابق، والمؤتمر الوطني بالتأكيد لديه أتباع ولديه مريدون ولديه عضوية ما زالت موجودة، وما زال هنالك الكثيرون منهم طيب الذين خرجوا الآن بهذا المبدأ لكي ينادوا بتصحيح مسار الثورة، أين كانوا قبل الثورة؟ أين كانوا والسودان ينهار؟ أين كانوا ورئيسهم يرقص على الجثث؟ أين كانوا؟ معظمهم كانوا موجودين، بل كثيرون منهم كانوا مشاركون بفاعلية في هذه الثورة التي تحققت. أتعتقد أنه بعد أن حققت الثورة أهدافها تم إقصائهم وإبعادهم من المشهد السياسي؟ طيب. ولهذا وهذا نتاج طبيعي لهذا الذي قاموا به الآن. إذا كان الموكب حدد في زمن الرابع عشر من ديسمبر صدفة، قبلها كانوا يدعون ويمنون أنفسهم بأن الشارع السوداني سيخرج معهم كي يصحح أيضا مواطنون الشعب السوداني لتصحيح مسار الثورة. إذا إن كانوا هم من يريدوا تصحيح مسار الثورة، لماذا لم يجدوا السند الشعبي مثلما وجدوه في ثورة ديسمبر المجيدة؟ بالعكس، الآن خروج موكب الزحف الأخضر أكد بأن هنالك كثيرون جدا من الشعب السوداني غير راغب في الأوضاع التي تعيشها البلاد الآن، وهذا بالتأكيد هذا سيكون له ما بعده. حتى الآن هم الغائمين على أمر موكب الزحف الأخضر قالوا بأنهم سيعطوا المكون العسكري أو الفريق أول البرهان الفترة الكافية للرد على المذكرة التي دفعوا بها، وإن لم يتم الاستجابة ستكون لهم لديهم خياراتهم الأخرى في العودة للشارع مرة أخرى وفي التصعيد السياسي وفي كل المسائل السلمية المتاحة التي يمكن أن يعبروا بها عن مطالبهم التي دفعوا بها. الغريب في الأمر أنه هم يتحدثون عن تصحيح مسار الثورة ويتحدثون عن هنالك لديهم هنالك مطالب، خرجوا من بداية الموكب حتى نهايته ولم يتعرضوا لأي نوع من أنواع العنف، الغريب طبعا. بأي حق يخرجون يعني؟ لا، لأنهم التزموا بالمسارات التي حددوها والتزموا بسلميتهم، ولم يعتدوا على شخص بالمسارات. ولم يستفزوا الأجهزة الشرطية والعسكرية المختلفة، ولهذا لم تتعامل معهم السلطات بأي نوع من العنف أو أي نوع من لأنهم كانوا سلميون جدا. الغريب في الأمر أن ثورة ديسمبر مما بدأت لحد انتهت هي كانت سلمية، ولكن أيضا كانت تقابل بالرصاص والبنبان والقناصين ومات فيها الكثير والكثير. ولكن ختاما، أتعتقد أن هذا الموكب قد نجح؟ بالتأكيد نجاح منقطع النظير. الشارع هو من يحكم، ما الذي سيأتي؟ شكرا جزيلا أستاذ عبد الهادي عيسى. شكرا، وشكرا لمشاهدي قناة درمان. شكرا جزيلا لمشاهد قناة درمان الفضائية. قرأنا سويا بعض الأخبار والعناوين المختلفة جاءت على صحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح. جديد الملتقى، تحياتي وتحيات الفريق العام.